منافسات نسوية في كرة الطائرة جمعت فرقاً إماراتية وأجنبية في ملتقى بطولة نادي الوصل في دبي ضمن استعدادات فريق كرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل للمشاركة بدورة الألعاب الثانية للأندية العربية للسيدات المقرر إقامتها خلال شهر فبراير من العام المقبل. لازم إذا بغينا الحين نطور اللعبة، يعني جتنا أيام يعني تقريباً الحين قبل 3 سنوات يمكن بس وقفنا ولا 7 سنوات اختلطنا بالأجانب، كنا دائما نسوي بطولات مفتوحة مع الأجنبيات، احتكاك المواطنات هذا اللي خلاني في البداية لما كنت في الاتحاد أقدر أطلع منتخب يعني على مستوى، أما أنك تخلي بس فقط مواطنات مع مواطنات هذا ما في إنتاج. ليش؟ لأن في سلبيات، أولا ما في معسكرات، يعني الأندية ما عندهم الميزانية المتخصصة مثلاً كإمارة دبي ما عندهم الميزانية المتخصصة للسيدات أن يساعدونهم على أن يكونون معسكر في الخارج. البطولات هاي تنشيطية طبعاً للفرق والكل يستفيد منها لأن فيها عندك ما شاء الله لاعبات يعني أجانب، فإحنا نحاول يعني نستفيد منهم عشان نرفع المستوى مثل ما تقول البنات يعني اللاعبات المواطنات. يعني تسعى لاعبات الأندية من مختلف الجنسيات من خلال المقابلات الرياضية إلى تطوير مستواهن الفني بفضل ما تمتلكه اللاعبات من روح عالية وحماس وعزيمة كبيرة للوصول إلى مستويات فنية عالية تمكنهن المنافسة على المراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج في البطولات. نحن مجموعة من الفتيات نلعب لنادي طيران الإمارات، جئنا من دول مختلفة، دعينا للمشاركة في هذه البطولة، إنه أمر جميل أن نلعب ونواجه فتيات من الإمارات. بصراحة بذلنا مجهود حلو، بما أننا لعبنا بفرق يعني الأغلب فيها أجانب وعندهم ما شاء الله خبرة يعني، بس هذا يعني حافز لنا أن نطلع، يعني نحن تفكيرنا حاليا حق بطولات ثانية يعني، ونتمنى يعني نكون يعني نظرنا حق البطولات الآسيوية أكثر. مستويات الفرق المشاركة في البطولة كانت متقاربة وهو ما يجعل من هذه البطولات فوائد كثيرة وفرص جيدة من أجل التواصل بين اللاعبات الإماراتيات ونظيراتهن من دول أخرى وزيادة الاحتكاك واكتساب خبرات جديدة تساهم في الارتقاء بمستوى اللعبة محليا وعربيا.